السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم في فيديو جديد. بهذا الفيديو بس حبيت أسألكم إذا حابين أرفع لكم شروحات على أدوبي فوتوشوب أو أدوبي إليستريتور. طبعا إذا شفت 50 لايك على هذا المقطع راح أبدأ إن شاء الله أرفع مقاطع تخص الفوتوشوب، تخص الإليستريتور والتصميم. هذه نهاية الفيديو، لا تنسون تشيكون على بقية الدروس، تسوون اشتراك. مع السلامة.